يضحك كثيرا. قال داود عليه السلام لسليمان عليه السلام: يا بني، إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تترك العبد فقيرا يوم القيامة. يا بني، عليك بطول الصمت إلا من خير، فإن الندامة على طول الصمت مرة واحدة خير من الندامة على كثرة الكلام مرات. يا بني، لو أن الكلام كان من فضة كان ينبغي للصمت أن يكون من ذهب.